السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله يا رب الكل بخير. بالبداية نحب نشكركم على دعمكم المتواصل لنا، الحمد لله وشكر دخلنا على 500,000 مشترك أخ وأخت وصديق عزيز علينا، جدا جدا ممنونين منكم، وهذا تم فضل رب العالمين ثم فضلكم وفضل دعمكم لنا سواء باشتراك أو تعليق أو مشاركة للفيديو، فجدا جدا ممنونين منكم، وإن شاء الله نوعدكم بالفترة القادمة بتقديم الأفضل والمحتوى اللي ينال إعجابكم. اليوم أصدقائي عندنا فيديو جديد لأحدث أسعار التليفونات اللي موجودة بالسوق. طبعا هاي الأسعار معظمها موجودة بشارع ربيعي وبمنصور والكاظمية وبأغلب المحلات والأسعار الستاندر اللي موجودة. ممكن أنت عايش بغير محافظة، ممكن راح أشوف فرق بسيط عن السعر اللي موجود ببغداد، مثلا زايد أو ناقص 10 أو 5 دولارات، فمو فرق كبير راح يكون بالنسبة لك. فبدون ما أطول عليكم مقدمات، خلوني أدخل مباشرة بالأسعار حتى تعرفون سعر الجهاز اللي أنتوا ناويين تشتروه سواء بالدولار أو بالدينار. أنا محمد من قناة تك تايم، وهنا نبيكم الفيديو اليوم، خليكم وياي. أوديو جنجل، أوديو جنجل. وكالعادة أبدو ياكم أسعار شركة أبل. أول جهاز من شركة أبل هو الآيفون 12 ذاكرة 64، سعره 765 دولار وبالعراقي 1,132,000. والآيفون 12 ذاكرة 128 سعره 810 دولار وبالعراقي 1,199,000. الآيفون 12 ذاكرة 256 سعره 940 دولار وبالعراقي 1,391,000. والآيفون 12 ميني ذاكرة 64 سعره 710 دولار وبالعراقي 1,051,000. والآيفون 12 ميني ذاكرة 128 سعره 750 دولار وبالعراقي 1,110,000. والآيفون 12 ميني ذاكرة 256 سعره 875 دولار وبالعراقي 1,295,000. والآيفون 12 برو ذاكرة 128 سعره 1,005 دولار وبالعراقي 1,487,000. والآيفون 12 برو ذاكرة 256 سعره 1,090 دولار وبالعراقي 1,613,000. أما الآيفون 12 برو ماكس ذاكرة 128 بسعره 1,085 دولار وبالعراقي 1,606,000. والآيفون 12 برو ماكس ذاكرة 256 سعره 1,165 دولار وبالعراقي 1,724,000. والآيفون 11 ذاكرة 64 سعره 615 دولار وبالعراقي 910,000. والآيفون 11 ذاكرة 128 سعره 662 دولار وبالعراقي 980,000. والآيفون 11 برو ذاكرة 64 سعره 735 دولار وبالعراقي 1,088,000. والآيفون 11 برو ماكس ذاكرة 64 سعره 860 دولار وبالعراقي 1,273,000. والآيفون 11 برو ماكس ذاكرة 256 سعره 950 دولار وبالعراقي 1,406,000. والآيفون XR ذاكرة 128 سعره 590 دولار وبالعراقي 873,000. والآيفون XS ماكس ذاكرة 64 سعره 668 دولار وبالعراقي 989,000. خلصنا كل أجهزة أبل اللي متوفرة بالسوق، ويلا خلينا نروح لأجهزة سامسونج. الجالكسي A02 ذاكرة 64 سعره 102 دولار وبالعراقي 151,000. A02S ذاكرة 64 سعره 119 دولار وبالعراقي 176,000. A03S ذاكرة 64 سعره 125 دولار وبالعراقي 185,000. والجالكسي A11 ذاكرة 32 سعره 107 دولار وبالعراقي 158,000. A12 ذاكرة 64 سعره 133 دولار وبالعراقي 197,000. A21S ذاكرة 64 سعره 149 دولار وبالعراقي 221,000. A22 ذاكرة 128 سعره 179 دولار وبالعراقي 265,000. A32 ذاكرة 128 سعره 227 دولار وبالعراقي 336,000. A51 ذاكرة 128 سعره 240 دولار وبالعراقي 355,000. A52 ذاكرة 256 سعره 320 دولار وبالعراقي 474,000. A52S ذاكرة 256 سعره 405 دولار وبالعراقي 599,000. A72 ذاكرة 256 سعره 430 دولار وبالعراقي 636,000.
والأمدى على جذاكر 64 سعره 114 دولار وبالعراقي 169 ألف، والأم 12 جذاكر 128 سعره 155 دولار وبالعراقي 229 ألف، والأم 31 ذاكرة 128 سعره 235 دولار وبالعراقي 348 ألف، والجالكسي الام 51 ذاكرة 128 واللي يتوفر بعد انقطاع كبير سعره 275 دولار وبالعراقي 407 ألف، والجالكسي نوت 20 الترا ذاكرة 256 نسخة السناب دراجون سعره 930 دولار وبالعراقي 1376 ألف، والجالكسي نوت 20 الترا ذاكرة 256 لكن نسخة الاكزينوس سعره 814 دولار وبالعراقي 1,205,000 ألف، والجالكسي S21 العادي ذاكرة 256 سعره 775 دولار وبالعراقي 1,147,000 ألف، والجالكسي S21 بلاس ذاكرة 256 سعره 779 دولار وبالعراقي 1,153,000 ألف، جالكسي S21 الترا ذاكرة 256 نسخة الاكزينوس سعره 959 دولار وبالعراقي 1,419,000 ألف، أما الجالكسي S21 الترا ذاكرة 256 نسخة السناب دراجون فسعره 1,145 دولار وبالعراقي 1,695,000 ألف، والجالكسي Z Fold 2 ذاكرة 256 سعره 1,399 دولار وبالعراقي 1,071,000 ألف، والجالكسي Z Fold 3 أحدث أجهزة سامسونج فسعره 1,499 دولار وبالعراقي 1,219,000 ألف، والجالكسي Z Flip 3 سعره 899 دولار وبالعراقي 1,331,000 ألف. خلصنا وياكم من كل منتجات وأجهزة سامسونج المتوفرة في السوق، ويلا خلنا نروح على أجهزة شركة هواوي. متوفر الهواوي Y7A ذاكرة 128 سعره 154 دولار وبالعراقي 228 ألف، والهواوي Y7B ذاكرة 64 سعره 130 دولار وبالعراقي 192 ألف، والهواوي Y8P ذاكرة 64 سعره 160 دولار وبالعراقي 237 ألف، والY8S ذاكرة 64 سعره 142 دولار وبالعراقي 210 ألف، والY9A ذاكرة 128 سعره 232 دولار وبالعراقي 343 ألف، والنوفا 5T ذاكرة 128 سعره 275 دولار وبالعراقي 407 ألف، والنوفا 7i ذاكرة 128 سعره 210 دولار وبالعراقي 311 ألف، والنوفا 7 ذاكرة 128 سعره 385 دولار وبالعراقي 570 ألف، والهواوي ميت 40 برو ذاكرة 256 سعره 875 دولار وبالعراقي 1,295,000 ألف، والهواوي بي 40 برو ذاكرة 256 سعره 800 دولار وبالعراقي 1,184,000 ألف. ونحول على أسعار شركة شاومي. المية 10 ذاكرة 8 256 سعره 500 دولار وبالعراقي 740 ألف، والمية 10 تي ذاكرة 628 فسعره 378 دولار وبالعراقي 559 ألف، والمية 10 تي ذاكرة 8 128 سعره 398 دولار وبالعراقي 589 ألف، والمية 11 ذاكرة 256 سعره 630 دولار وبالعراقي 932 ألف، والمية 11 لايت ذاكرة 628 فسعره 250 دولار وبالعراقي 370 ألف، والمية 11 لايت ذاكرة 8 128 سعره 260 دولار وبالعراقي 385 ألف، والمية 11 الترا ذاكرة 256 سعره 875 دولار وبالعراقي 1,295,000 ألف، والمية 11 الترا ذاكرة 512 سعره 975 دولار وبالعراقي 1,443,000 ألف، والبوكل F3 ذاكرة 628 سعره 330 دولار وبالعراقي 488 ألف، والبوكل F3 8 256 سعره 355 دولار وبالعراقي 525 ألف، والبوكل M3 ذاكرة 64 سعره 141 دولار وبالعراقي 209 ألف، والبوكل M3 برو ذاكرة 64 سعره 175 دولار وبالعراقي 259 ألف، والبوكل M3 برو ذاكرة 128 سعره 199 دولار وبالعراقي 295 ألف، والبوكل X3 GT ذاكرة 628 سعره 285 دولار وبالعراقي 422 ألف، والبوكل X3 GT ذاكرة 8 256 سعره 306 دولار وبالعراقي 453 ألف، والبوكل X3 Pro ذاكرة 628 سعره 223 دولار وبالعراقي 330 ألف،
والبوكل اكس 3 برو ذاكره 8256 سعرها 242 دولار وبالعراقي 358000، ورايد مي 9 سي ذاكره 64 سعرها 105 دولار وبالعراقي 155000، ورايد مي 9 تي ذاكره 428 سعرها 150 دولار وبالعراقي 222000، ورايد مي نوت 10 ذاكره 428 سعرها 183 دولار وبالعراقي 271000، والريدمي نوت 10 ذاكرة 628 سعرها 190 دولار وبالعراقي 281000، والريدمي نوت 10 برو ذاكرة 6 ب 64 جيجا بايت سعرها 213 دولار وبالعراقي 315000، والريدمي نوت 10 برو ذاكرة 6 ب 128 سعرها 223 دولار وبالعراقي 330000، والريدمي نوت 10 برو ماكس ذاكرة 128 سعرها 242 دولار وبالعراقي 358000، وريدمي نوت 10 اس ذاكرة 628 سعرها 200 دولار وبالعراقي 296000، وريدمي 10 ذاكرة 64 سعرها 145 دولار وبالعراقي 215000، وريدمي 10 ذاكرة 428 سعرها 155 دولار وبالعراقي 229000، وريدمي 10 ذاكرة 628 سعرها 169 دولار وبالعراقي 250000. خلصنا وياكم من اجهزة شاومي ونحول على اسعار اجهزة ريلمي. ريلمي سي 3 ذاكرة 32 سعرها 113 دولار وبالعراقي 167000، وريلمي سي 11 ذاكرة 32 سعرها 85 دولار وبالعراقي 126000، وريلمي سي 12 ذاكرة 64 سعرها 115 دولار وبالعراقي 170000، وريلمي سي 15 ذاكرة 64 سعرها 121 دولار وبالعراقي 179000، وريلمي سي 25 ذاكرة 64 سعرها 125 دولار وبالعراقي 185000، وريلمي سي 25 اس ذاكرة 64 سعرها 150 دولار وبالعراقي 222000، وريلمي سي 21 واي ذاكرة 64 سعرها 109 دولار وبالعراقي 161000، وريلمي نارزو 30 اي ذاكرة 64 سعرها 120 دولار وبالعراقي 178000، وريلمي 7 ذاكرة 128 سعرها 192 دولار وبالعراقي 284000، وريلمي 7 برو ذاكرة 128 سعرها 227 دولار وبالعراقي 336000، وريلمي 8 ذاكرة 128 سعرها 202 دولار وبالعراقي 299000، وريلمي 8 برو ذاكرة 128 سعرها 260 دولار وبالعراقي 385000، وريلمي اكس 2 برو ذاكرة 256 سعرها 355 دولار وبالعراقي 525000، وريلمي اكس 7 ماكس ذاكرة 128 سعرها 385 دولار وبالعراقي 570000، وريلمي جي تي ماستر ذاكرة 256 سعرها 320 دولار وبالعراقي 474000، وريلمي جي تي ذاكرة 256 سعرها 494 دولار وبالعراقي 731000. خلصنا وياكم من ريلمي ونحول على اسعار شركة اوبو. الأوبو أي 12 ذاكرة 32 سعرها 95 دولار وبالعراقي 141000، والأي 15 ذاكرة 32 سعرها 107 دولار وبالعراقي 158000، والأي 54 ذاكرة 64 سعرها 149 دولار وبالعراقي 221000، والأوبو أي 74 ذاكرة 128 سعرها 199 دولار وبالعراقي 295000، والأوبو أي 93 ذاكرة 128 سعرها 243 دولار وبالعراقي 360000، والأوبو رينو 5 ذاكرة 128 سعرها 352 دولار وبالعراقي 521000، والأوبو رينو 5F ذاكرة 128 سعرها 250 دولار وبالعراقي 370000. نشوف أسعار شركة ون بلس. متوفر ون بلس نور ذاكرة 128 سعرها 340 دولار وبالعراقي 503000، والون بلس نور ذاكرة 256 سعرها 385 دولار وبالعراقي 570000، والون بلس اي ذاكرة 256 سعرها 570 دولار وبالعراقي 844000، والون بلس 8 برو ذاكرة 256 سعرها 690 دولار وبالعراقي 1,21,000، والون بلس 9 ار ذاكرة 828 سعرها 430 دولار وبالعراقي 636000، أما الون بلس 9 ار ذاكرة 856 فسعرها 460 دولار وبالعراقي 681000، أما الون بلس 9 ار ذاكرة 12256 سعرها 499 دولار وبالعراقي 739000، والون بلس 9 ذاكرة 828 سعرها 540 دولار وبالعراقي 799000،
ولون بلس 9 ذاكرة 12256 سعرها 575 دولار وبالعراقي 851 ألف. ولون بلس 9 برو ذاكرة 8228 سعرها 705 دولار وبالعراقي 1,043,000 ألف. ولون بلس 9 برو ذاكرة 8256 سعرها 750 دولار وبالعراقي 1,110,000 ألف. ولون بلس 9 برو ذاكرة 12256 سعرها 799 دولار وبالعراقي 1,183,000 ألف. آخر شركة ويانا اليوم هي شركة إنفينكس. متوفر الإنفينكس هوت 10 ذاكرة 64 سعرها 125 دولار وبالعراقي 185 ألف. والإنفينكس هوت 10 ذاكرة 128 سعرها 140 دولار وبالعراقي 207 ألف. والإنفينكس هوت 10 آي ذاكرة 128 سعرها 119 دولار وبالعراقي 176 ألف. والإنفينكس هوت 10 تي ذاكرة 128 سعرها 135 دولار وبالعراقي 200 ألف. والهوت 9 بلاي ذاكرة 64 سعرها 115 دولار وبالعراقي 170 ألف. الهوت 10 بلاي ذاكرة 32 سعرها 100 دولار وبالعراقي 148 ألف. والنوت 8 ذاكرة 128 سعرها 157 دولار وبالعراقي 232 ألف. والنوت 10 ذاكرة 128 سعرها 155 دولار وبالعراقي 229 ألف. والنوت 10 برو ذاكرة 128 سعرها 195 دولار وبالعراقي 289 ألف. والإنفينكس نوت 10 برو ذاكرة 256 سعرها 225 دولار وبالعراقي 333 ألف. والإنفينكس سمارت 5 ذاكرة 32 سعرها 92 دولار وبالعراقي 136 ألف. وآخر جهاز ويانا الإنفينكس سمارت HD ذاكرة 32 سعرها 74 دولار وبالعراقي 110 ألف. وكل أصدقائي لهنا خلصت فيديونا هذا اليوم. أتمنى الفيديو نال إعجابكم. لا تنسونا من المشاركة واشتراك بالقناة. شكرا لكم لحسن متابعتكم ونلتقي إن شاء الله بالفيديو القادم. في أمان الله.